أم بوابة أخبار اليوم قالت أن المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكورة وقع اليوم الثلاثاء اتفاقية التنظيم المشترك بين مصر والاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف مع أحمد أحمد رئيس الكاف، بتستضيف مصر بطولة كاس الأمم الأفريقية 2019 واللي بتنطلق يوم 21 من يونيو المقبل. فازت مصر بحق تنظيم أمم أفريقيا بحصول الملف المصري على 16 صوت مقابل صوت واحد لملف جنوب أفريقيا.